تلمون، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في حال ديما. اليوم إن شاء الله دائما في إطار الأطباق والشهيوات والوصفات المغربية الأصيلة والتقليدية، ونزولا عن طلب العديد من المتتبعين والمتتبعات عندي في القناة، طلبوا مني بزاف وصفة ديال الحوت أو أطباق الحوت، بما أنه فصل الصيف هذا والحمد لله إحنا كمغاربة كنستهلكوا الحوت بزاف في هذه الفترة هذه. فاليوم إن شاء الله نزولا عن طلب المتتبعين عندي في القناة، غادي نشارك معكم ضيافة أو لا طبق ضيافة ديال الحوت معمر اللي كيجي رائع. الوصفة اللي غادي نشارك معكم اليوم طريقة تحضير الحشوة ومكونات الحشوة وحتى تركيبة ديال الحشوة هي وصفة حصرية على قناتي والأول مرة في اليوتيوب، كيف ما عودتكم دائما على قناتي شهوة دار المخزن، دائما الجديد ودائما الحصري، أفكار ووصفات مبتكرة ما كيناش في وسائل التواصل الاجتماعي وما مطلياش بها الدنيا. فاليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هذه الشهيوه الغزاله اللي كتجي كما كتشوفوا غزاله، لا في المنظر ولا في الشكل، اما في المذاق فكتجي شي حاجه ما دايراش، بحشوه عجيبه غريبه، لا في المكونات ديالها ولا في المذاق كتجي ما تشبعوش منها. كونوا على يقين، الناس اللي غادي ياكلوا عندكم هذه الشهيوه غادي تصدموا، غادي يبقاو حالين فمهم بوش بي بالتركيبه اللي كاينه لداخل كحشوه بطريقه تحضير هاد الحوته هذه، وحتى لي زاستوس او النصائح والاسرار باش يجيكم الحوت كي كتشوفوا في لا فيديو فتي رطب، كيحافظ على القوام ديالو اللي كيكون هكذا رطب ما كينشفش لكم في الفران ويجي هكذا قاسح. كيفاش تحافظوا على البنه والمذاق ديال الحوت ما يمشيش ليه المذاق ديالو؟ كنا كنعرفوا الحوت في الفران، كاين بزاف ديال الناس ما كيصدقش ليهم. بقوا معايا ان شاء الله حتى الاخير ديال لا فيديو باش تشوفوا كاع هاد النصائح باش نجح لكم هاد الحوته في الفران، مع اهم سر باش تجيكم بنينه بزاف، بنه على بنه. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، حوته معمره في الفران. اول مرحله بالنسبه لتحضير هذا الطبق هي تحضير ديال الحشوه. بالنسبه للحشوه عندي هنا قياس 4 دنجالات كبار يكونوا من حجم كبير، خديتهم وشويتهم فوق الفاخر، توفرتوا على الفاخر اولا كان عندكم القانه باش تزندوا الفاخر وتشويوا عليه كان احسن، كيجيو بنان اكثر. ما عندكمش الفاخر ولا ما فيكم ما يديروا، كتشويوهم فوق البوطه عادي، كديروهم في الماليمونتير كتزمتوهم، ومن بعد ملي كيبردوا شويه كتقشروهم من هذيك القشره اللي كتكون فيهم وكتاخذوهم بهذا الشكل هكذا، كتمعسوهم بفرشيط ولا بشي مغرفه وكديروهم في شبكه، كتخليو هاد الدنجال هذا كيتسقطر، حيت الدنجال مشوي كيطلق الماء كتخليوه حتى كيتسقطر، روحوا قديو شغلكم وخليوه يتسقطر في الثلاجه. وهنا عندي فلفله حمراء بلديه مشويه، توفرتوا على البلديه خدموا بها، ما كانتش خدموا بديك الروميه اللي كتكون هكذاك فتحه وكبيره. فلفله حمراء مشويه وفلفله خضراء كذلك مشويه، حتى هما شويتهم مع الدنجال، قشرتهم وقطعتهم هكذا مكعبات صغار بزاف، حتى هما درتهم في الصفايه، من بعد ما قطعتهم درتهم في الصفايه وخليتهم كيتسقطروا باش ما حيد الماء من هاد الفلفله والدنجال، باش ما احسن. غادي ندوز دابا باش نشحرهم، وقبل ما نبدا التشحار باش نصوب الحشوه عندي هنايا قياس بصله متوسطه، كانت عندكم بصله صغيره كديروا جوج بصلات صغار، خديتها درتها في مقله ديال التراب اولا في مقله اللي كانت غير هو باش ما كان طين كان احسن، كطيبوا في الطين كيزيد يبن الحاجه. خديت هاد البصله درتها في مقيله، زدت عليها شويه ديال زيت الزيتون فقط لا غير، وكتشحروها حتى كتكراميليزا وكتذهب بهذا الشكل هذا، كتعطي مذاق رائع وخطير لهاد الحشوه هذه. وهنا انا كنشرح دابا قبل ما نبدا التشحر، حيت الصوت ديال التشحر ما غاديش تسمعوني وانا كنشرح مليح. وهنا عندي ثومه، خديت جوج دروس ديال الثومه، حيدت لهم هاد الفوق ديالهم باش كنعري شويه دوك الدروس ديال الثومه، درتهم في بابي الومنيوم وبطنطو بالورق الغذائي ودرتهم في وسط منه، رشيت عليهم شويه ديال الملح وشويه ديال الزيت البلديه، جمعتهم في هذاك البابي الومنيوم، درتهم في لاطا ودخلتهم الفران على درجه حراره 180 وخليتهم ساعه في الفران كيتشواو. هاد الثومه غادي تزيد لهاد الطبق لذه على لذه، الثومه مشويه في الفران. شعلت العافيه على المقله، غادي ندير فيها هاد الدنجال مع الفلفله. هاد المقلانيت هي فاش شحرت البصله بلا ما نبقى نكثر في القشوع، غادي نزيد على هاد الدنجال والفلفله هذيك الثومه اللي شويت في الفران. بالنسبه لهاد الكميه غادي ندير فيها 6 دروس ديال الثومه مشويين، الثومه ملي كتكون مشويه في الفران
ما كتبقاش هكذاك مجهده وفي هذيك الريحه هكذاك شويه. كاينين بعض الناس اللي كديرونجيهم من بعد ما زدت الثومه غادي نزيد شويه ديال الزيت البلديه، قيس واحد ربع كاس د العنبه، وغادي نشحر مليح هاد الدنجال والفلفله والثومه المشويه على عافيه تكون متوسطه حتى كتحسوا بهاد المكونات نشفوا تماما ما بقاش فيهم الماء وتقلوا. من بعد ما تشحر الدنجال والفلفله مليح مع ديك الثومه كتشوفوا انه نشف من الماء. بالنسبه للتوابل غادي نحتاج دائما العبار ديال التوابل كيكون بالمعلقه الصغيره ديال القهوه اولا المعلقه ديال الموكا. عندي هنا قشره ديال حامضه صفراء، قشره ديال حامضه خضراء اولا لايم. الا ما توفرتوش عليه تقدروا تستغناو عليه، غير هو راه كيشكل فارق في هذه الوصفه بالمذاق ديالو. عندي هنا معلقه صغيره ديال الثومه يابسه ومطحونه اولا الثومه بودر، قياس ديال الملحه طبيعه الحال الملحه كتبقى على حسب الاختيار ديالكم، نص معلقه صغيره ديال البزار الكحل، نص معلقه صغيره ديال العجينه السودانيه انا كنصوبها في الدار، تقدروا تشريوها من المحلات التجاريه. ان شاء الله غادي نشارك معكم فيديو ديال طريقه تحضير هذه السودانيه هكذا عجينه بالزيت البلديه. ما عندكمش عوضوها بالسودانيه العاديه اللي كتكون غبره مطحونه، كديروا قياسكم اللي نتوما بغيتوا على حساب الحروريه اللي بغيتوا. انا عندي شويه ديال الزعفران شعره مصهد وفركتو شويه بنيديه، وهنا عندي معلقه صغيره تكون عامره مقببه اولا معلقه ونص ديال العطريه اولا التلقيمه ديال البسطيله ديال الحوت. سبق لي وشاركتها معكم في واحد الفيديو ديال بسطيله الحوت المخزانيه، عطيت هذه التلقيمه وكتبتها كذلك في صندوق الوصف بالتفاصيل وبالعبار. غادي نزيد هذه التوابل، غادي نزيد عليهم هذيك البصله اللي عسلت، غادي نحرك هذه المكونات. من بعد ما حركت هذوك التوابل غادي نزيد العصير ديال الحامض، قياس واحد من جوج حتى ثلاثه المعالق كبار ديال العصير على حساب الرغبه ديالكم. كاين اللي كيبغي الحوت محمض او الحشوه محمضه، انا غادي ندير غير جوج معالق كبار لانني باقي غادي نزيد الحامض في مرحله اخرى فباش ما تجيش حامضه بزاف. وهنا شويه ديال الربيع مخلط ما بين قزبر ومعدنوس هكذا مقطع رقيق، وغادي نكمل التشحار ديال هذه الحشوه. كتخليوها كتشحروها حتى كتنشف ثاني من هذاك العصير اللي زدتو باش ما تبقاش مميها. من بعد ما تشحرات الحشوه مليح كتاكدوا انها نشفات من هذوك السوائل اللي فيها 100%. غادي نحيد هاد الحشوه نديرها بزلافه ديال الزاج ونعاود نرجع في نفس المقله، ما غاديش نبدلها. غادي ندير شويه ديال زيت الزيتون، وغادي نشحر فيها قياس ربعه ديال القمرون. القمرون باش تخدموا من الاحسن خدموا بالقمرون الغوز اولا الكروفيت اللي كيكونوا غوز، كتكون النكهه ديالهم باينه احسن من هذوك لي كروفيت غريز. لي كروفيت غريز اولا داك القمرون اللي كيكون غري هذاك غير ديال الالفاج ما فيه لا بنا لا مذاق، ما كيبدل ما كيغير من المذاق ديال الحاجه. غادي نشحر هاد الكروفيت، غادي نزيد على هاد الربعه الكروفيت شويه ديال الزعتر البلدي اولا الزعتر التدلاوي اللي كيكون الورقه ديالو عريضه، شويه ديال الملحه ما تكثروش الملحه غير شويه، شويه ديال الزعتره درت الزعتر ودابا هادي الزعتره اللي كيكون ورقاتها صغار، قياس واحد نص معلقه صغيره. غادي نزيد قياس نص معلقه صغيره ديال الثومه بودر، ما عندكمش ثومه بودر تقدروا تعوضوها سواء بشويه من هذيك الثومه المشويه اولا الثومه طريه. صلاه عندي غادي نطفي على لي كروفيت ما كياخذوش بزاف ديال الوقت باش يتشحروا، وغادي نزيد في الاخير قياس معلقه كبيره تكون عامره ديال البصله يابسه هكذا فليكس، كتكون مقرمشه على شكل شرائح كتباع عند الناس اللي كيبيعوا لوازم الحلويات. انا طفيت على هاد لي كروفيت، غادي نحيدهم من المقله نزيدهم على الحشوه ديال الدنجال. الحشوه هي هادي، غادي نحركها تنسجم مع بعضياتها ونخليها على جنب حتى كتبرد عاد نقدر نعمر بها هذيك الحوته، نعمر الحوت نعمرو بالحشوه وهي سخونه. بيد ما تبرد الحشوه غادي ندوز باش نصوب لاصوص فاش غادي تطيب هاد الحوته. بالنسبه لاصوص عندي هنا في كسرونه قياس واحد ثلاثه المعالقات كبار عامرين مقببين ديال الزبده، انا هنا خدمت بالزبده البلديه توفرتوا عليها خدموا بها كتعطي مذاق زوين حيت كتكون فيها الريحه ديال اللبن كتجي غزاله في الحوت. ما توفرتوش عليها تقدروا تخدموا بالزبده العاديه من اصل حيواني من نوع ممتاز. غادي نزيد على هاد الزبده الربيع، غادي نزيد قياس معلقه كبيره ديال الربيع. عندي هنا العشوب نص معلقه صغيره ديال ازير ونص معلقه صغيره ديال الزعتره، الا توفرتوا على ازير طري تقدروا تخدموا به قياس نص معلقه صغيره. غادي نزيد شويه ديال الملحه باش ما تجيش باسله،
وغادي نزيد هذيك الثومه اللي بقات ليا اللي شويت في الفران، غادي ندير فيها راس كامله ديال الثومه حيت الزبده كتكون منسمه ومنكهه مليح بالثومه. ما تخافوش منها كما قلت لكم، الثومه ملي كتكون مشويه راه ما كتبقاش مجهده كي كانت. غادي نحاول نخدم هاد الزبده مع الثومه والربيع وكاع دوك المكونات حتى كينسجموا كيوليو هكذا على شكل كريمه. غادي ندير هاد الخليط على عافيه تكون مهيله ونخليها حتى كتذوب باش هادوك العشوب وكاع دوك المكونات كيطلقوا في بعضياتهم. بعد ما ذابت الزبده وانسجمت مع الربيع والعشوب وديك الثومه كتخليوها غير كتذوب، بمجرد ما كتذوب صلاه النبي كتحيدوها فوق البوطه، ما تخليوهاش حتى كتغلى وتعاود بزاف باش هذاك الربيع ما كيتحرقش. نزيد على هاد الزبده هاد الشيء اللي بقى ليا العصير، قياس واحد معلقه كبيره. غادي نخلط هاد الزبده ونخليها حتى هي على جنب حتى كتبرد بحالها بحال الحشوه، عاد نقدر ندوز نيسر في الخدمه ديال الحوته. غادي ندوز دابا للعمارة ديال الحوت. عندي هنايا حوتة من نوع بوجو رويال، بطبيعة الحال نتوما كتخدمو بأي حوت عندكم، الوزن ديالها 2 كيلو و200 غرام. أول حاجة كديروها لهاد الحوتة من بعد ما كتنقيوها كتحيدو ليها عينيها، ضروري ومؤكد ما عمركم طيبو الحوتة في الفران بعينيها، حيت العينين مع السخونية كيطرطقو كيطلقو واحد الماء اللي كيدير واحد المذاق ديال المرورة في هاد الحوتة. من بعد ما كتحيدو لها عينيها كتخويوها من الظهر ديالها، كتحلوها من الظهر كتحيدوا لها السنسول مع دوك المصارن ديالها وكتنقيوها. غادي ناخذ هذيك الزبده بالعشوب من بعد ما بردات، غادي ندهن بها الحوته من الداخل، كدهنوا بها الهبره من الداخل كاملها من الجناب من الفوق. من بعد ما دهنت من الداخل هذيك الحوته مليح بداك الخليط ديال الزبده بالعشوب، غادي ندوز باش نعمرها. وقبل ما نعمرها هنا الحشوه من بعد ما بردات، غادي نزيد عليها قياس 6 المعالق كبار ديال اللوز مفسخ محمر في الفران ومهرمش. شخصيا كنخدم بهاد اللوز هكذا كونكاسي، كيتبع هكذا كونكاسي، الحبات ديالو كيكونوا باينين من الاحسن. الا توفرتوا على هاد الكونكاسي شريوه من عند الناس اللي كيبيعوا لوازم الحلويات وحمروه في الفران وخدموا به، ما توفرتوش عليه كتاخذوا اللوز فسخوه حمروه وهرمشوه قطع تكون باينه ما يكونش منيل ما يكونش رقيق. وهذه العمليه ديال انكم تزيدوا اللوز ما كتزيدوه حتى كتبرد الحشوه باش كيبقى مقرمش وما كيلواش. غادي نخلط هذه الحشوه مليح، غادي نجيب الحشوه نبدا نعمر فيها. كتشوفوا حيت الحوته بارده جمدت هذيك الزبده، كتبداو تعمروا في هذه الحوته مليح، كتعمروا لداخل بعدا هو الاول باش كتوقف الحوته عاد وانتم غادي وكتخرجوا على برا. غادي ندوز دابا ناخذ هذه الزبده بالعشوب وندهن بها الحوته من الفوق. طبيعة الحال هاد الزبده د العشوب ملي كنت كندهن بها الحوته من الداخل، ما تنساوش هاد البلايص هادو كتدخلوا يديكم وكتدهنوا هاد الراس هذا حيت حتى هو كيكون خاوي، حتى هو كدهنوه بهاد الزبده من الداخل ومن برا، وهاد البلايص ديال العينين حتى هما ما تنساوهمش. الحوته من بعد ما دهنتها غادي ندوز دابا باش نربطها، غادي نربطها بهاد الخيط الخاص بالكوزينه. انا غادي نربطها بالخيط ونعاود نرجع الحوته. من بعد ما جمعتها بالخيط غادي نقلبها للجهه الاخرى باش ندهنها حتى من التحت باش كتجي كلها من السماء. كتشوفوا الشكل ديال الخياطه كيخيطها الحشوه ما كتخرج ما والو. غادي نعاود ندهنها من الجهه حتى هي صلاه النبي. غادي نجمع الحوته. حاجه مهمه ما ذكرتهاش انني درت عدد كبير ديال الطبقات، لسواء ديال ورق الطهي او ورق الزبده والورق ديال الالومنيوم. طبيعه الحال الحوته كتحطوها نيشان منها الورق الزبده، درت منه 4 ديال القطع خالفتهم مع بعضياتهم باش يقدوني الطول ديال الحوته حيت كبيره شويه. غادي نجمع هذاك الورق ديال الزبده هو الاول نكلكم فيه الحوته، عاد من بعد غادي نكلكمها بالورق ديال الالومنيوم. حتى هو درت منه تحت من ورق الزبده 4 طبقات ديال ورق الالومنيوم المينيوم حتى هما خلفتهم باش كتجي الحوته مقمطه مليح. كندير عدد كبير ديال الطبقات، لا سواء ديال بابي كويسون اولا البابي الومنيوم لهاد الحوته باش كنحميها في الفران وقت الطياب ما كيشربهاش الفران ويجي اللحم ديالها ناشف. من بعد ما لويتها غادي ندخلها للثلاجه نخليها تخمر ليله كامله في الثلاجه حتى لغدا ان شاء الله، عاد غادي نطيبها. معلومه مهمه بالنسبه للناس اللي كيبغيو يطيبوا الحوت معمر في الفران، ما عمركم تعمروه في نهارو طيبوه في نهارو، خليو الحوت كيخمر في الثلاجه حتى لغدا عاد طيبوه باش كتعطيو فرصه لهذوك لي صوص والتاو
التوابل وكاع دوك المكونات اللي درتو في الحوته كيشربهم هذاك اللحم ديال الحوت والهبره الحوت كتزيد تنكه وكتلذاد. هنا من بعد ما دوزت الحوته ليله كامله في الثلاجه، انا سبق ليا وسخنت الفران على درجه حراره 200 سلسيوس، خليته كيسخن من الفوق ومن التحت. غادي ندخل اللاطه ديال الحوت للرف الوسطاني وغادي نخليها شاعل عليها فوق وتحت، كتاخذ تقريبا من ساعه ساعه وربع حتى لساعه ونص على حساب الحجم ديال الحوت، باش ما كان الحوت من 2 كيلو الفوق كياخذ من ساعه الوقت الفوق. هنا الحوتة من بعد ما طابت خدات لي في الفران بالضبط ساعة وخمسة وعشرين دقيقة. مني كتحسوا بالحوتة طابت كتطفيو الفران وكتخليو الحوتة في الفران، ما كتخرجوها ما كتحلو الفران ما والو، كتخليو الحوت يرتاح ويتراجع ويعود يتلدد بهذيك لاصوص اللي كيطلق تقريبا من ربع ساعة حتى نص ساعة. انا هاد العملية اللي درت طفيت عليها الفران وخليتها كترتاح نص ساعة، حتى دازت نص ساعة عاد حليتها، كتجي بهذا الشكل هذا كتشوفوها طريه واللحم ديالها فتي، كتبان من شفت العين انها طريه وحافظات على الطراوه ديالتها ما جاتش ناشفه. وهذا الماء ديالها الله يعطيكم الستر ما باقيش تفرطوا فيه، اغلب الناس كنشوفهم هذا الماء ديالها ما كيخدموش به وكيلوحوه، راه هذه هي العصاره ديال الحوت. كنهز الحوت بهذا الشكل وكنحطها وبيد ما نزيل الحوته غادي ناخذ طنجره غادي ندير فيها هذاك الماء ديال الحوته او العصاره ديالها، غادي نخليها على عافيه ما بين متوسطه حتى المجهده ونخلي هذيك العصاره كتغلى وتعاود باش كتختار. هذه كما قلت لكم راه هي المومو ديال البنه ديال الحوت الله يعطيكم الستر لا باقيش تلوحوها، غادي نخليها على العافيه حتى كتختار وندوز نكمل التزيين ديال الحوته. المرافقات ديال هذه الحوته عندي مجموعه ديال المرافقات، من بينهم هنا عندي شويه ديال لي طوماط سيريز وهنا بطاطا صغيره مصوطين بجوجهم. خديت لي طوماط سيريز من بعد ما كتغسلوها وكتنقيوها درتها في مقله وزدت عليها شويه من هذيك الزبده بالعشوب اللي شاطت على الحوته، ما ترميوهاش ملي كتشط لكم كتبقى ديروها في الثلاجه حتى لغد وكتكملوا بها التحضير. بهذيك الزبده بالعشوب هزيت منها شويه درتو في مقله، زدت على هاد لي طوماط سيريز وزدت عليهم شويه ديال الزيت البلديه وشحرت هاد لي طوماط سيريز في هذيك الزبده بالعشوب والزيت حتى كترطب وكتحسوا بانها ولات رطبه، صلعني كتحيدوها. في نفس المقله خديت بطاطا اللي سبق ليا وسلقتها، بطاطا صغيره سلقتها حتى طابت قسمتها على جوج ودرتها في نفس المقله، زدت عليها شويه كذلك ديال هذيك الزبده بالعشوب وشويه ديال الزيت البلديه وشحرتها حتى كتصوطوهم بجوجو. هنا عندي كذلك شويه ديال البروكولي فورتو، ما كتفوروش حتى كيهرى، كتخليه شويه الدنتي ولا شاد فراسو. من بعد ما فورتو حتى هو شحرته في مقيله مع شويه من هذيك الزبده بالعشوب وشويه ديال الزيت البلديه. عندي هنا شويه ديال البصله مع شويه ديال الزيت البلديه والربيع قزبور معدنوس مقطعين، وزدت عليها شويه ديال السماق كيجي زوين مع البصله بالخصوص في الحوت. الا ما عندكمش هاد التوابل ديال السماق تقدروا تستغناو عليهم، غير هما راه كيعطيو واحد الحموضه كتجي زوينه مع الاسماك اللي كتكون مشويه في الفران. بالنسبه لهاد التابل ديال السماق راه كيتباع كارفور مرجان، الا ما لقيتوش غادي تلقاوه موجود عند الناس اللي كيبيعوا لوازم الحلويات. غادي نجيب هذاك الشيء اللي بقى ليا ديال الزبده بالعشوب والثومه، سخنته شويه في الميكرووند باش يتطلق، وغادي ندهن به الحوته من الفوق. وغادي نجيب هذيك لاصوص من بعد ما عقدات دوك كتولي هكذا كتشوفوها اختارت، هي باش غادي نسقي هاد الحوته. ما عمركم الماء ديال الحوت اللي كتشوفوه في الفران تلوحوه، الشكل النهائي ديال بواجو رويال معمر من بعد ما كتزينوه كتقدموه. شخصيا كنقدمو مع براد ديال اتاي بالنعناع ومع عصير مغربي اصيل كيرجع تاريخه لعهد المرابطين من مئات السنين اللي هو عصير انزيز، عصير طبيعي بامتياز والمذاق ديالو كيتواتى بشكل غريب مع الاطباق ديال الحوت مشوي في الفران. طبيعة الحال نتوما كتسربيوها باش ما بغيتو، حتى بالنسبه للمرافقات كترافقوها بالخضر اللي بغيتو، كتشوفوا الشكل ديالها كي تيجي. اما المذاق ما نعاودش لكم
خارج اطار التكرار والرتابه ديال نفس الحشوه اللي كتكون لاباز ديالها بالشعريه الصينيه وبالفطر الصيني ولا بشامبينيون باري. هذه كتجي غزاله حوته كتجي فومي 100% مدخنه بالمذاق ديال الدنجال المشوي والفلفل المشويين البنه ديال القمرون. اما اللوز كيطلع النيفو ديال المذاق ديالها لواحد المستوى خيالي كيجي رائع. بالاضافه السر باش تجي الحوته بنينه هي داك الماء ديالها اللي كتطلق وكيتصوب على شكل صلصه كتسقى بها. كذلك من بين اسرار نجاح الحوت والبنه ديالو انكم تحيدوا ليه عينيه قبل ما تطيبوه، كنأكد على هذه النقطه. وهذيك الزبده بالعشوب اللي كتزيدها بنه على بنه كتشوفوا الحوته كتجي فتيه، اللحم ديالها والهبره ديالها رطبين ما كتجيش يابسه. متاكده 100% الناس اللي غياكلوا عندكم هذا الطبق غيطلبوا لكم الوصفه بتغماض العينين، ومن تجربوها غادي تعتمدوها كنوع من انواع الحوت معمر في الفران. غادي تعجبكم 100%. نتمنى من الناس اللي غادي يجربوا هذا الطبق هذا بهذه الطريقه وبهذه الحشوه ردوا عليا الخبر في التعليق كي كانت النتيجه ديالو. ما بقى لي الا نقول لكم الصحه والراحه. الا عجبتكم الوصفه ديال بوجو رويال معمر في الفران كطبق الضيافه ما تبخلوش عليا بلي لايك لي كومونتير. الناس ما مشاركينش معي في القناه مرحبا بكم، ما تنساوش تفعلوا جرس الانذار باش يوصلكم الجديد كل مره ندير فيها فيديو في يوتيوب. الناس اللي ديجا مشاركين معايا الف شكر وتقدير على كلامكم الطيب. نتلاقى بكم ان شاء الله في فيديو جاي. على بروشين. Ciao!